خلينا نروح للحاجه النهارده. الحقيقه الواحد صحى من النوم كده على مشاهد مبهجه وهو بيشوف العلم المصري بيرفرف، بتبقى فرحه كبيره جدا لكل المصريين. النهارده كانت الاجواء الاحتفاليه بعد ان رفع الفريق اسامه منير ربيع قائد القوات البحريه المصريه العلم المصري على حامله المروحيات جمال عبد الناصر من طراز مسترال، تاكيدا على دخولها الخدمه لصالح القوات المسلحه المصريه. حاجة الحقيقة كانت صورة تدعو للبهجة الشديدة واحنا شايفين على مصر. خلينا اقول لحضراتكم ان الحاملة دي، حاملة الطائرات الهليكوبتر دي هي بتصنف ان هي سفينة بشكل اساسي، هي حاملة طائرات هليكوبتر تعمل في نطاق سواحل الدول بجانب اعالي البحار والمحيطات، تبلغ حمولتها حوالي 21,000 طن، مساحتها الداخليه 2650 متر، ذات قدره على نقل 16 ناقله مروحيات ثقيله هجوميه. في معلومات كثيره جدا عن هذه الحامله، حامله المروحيات، لكن زي ما قلت لحضراتكم بتبقى سعاده لكل الناس المصريين وهم بيشوفوا هذه الصور. طبعا جيشنا وقواتنا المسلحة بتبقى مصدر فخر لينا كلنا كمصريين. هسيبكم مع بعض المعلومات الهامة جدا عن هذه الحملة. مبروك لكل المصريين هذا الخبر وهذه الصورة اللي بتدينا طاقة إيجابية عالية جدا.